اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من صحافه الغد. هنبدا وكالمعتاد بابرز العناوين والمنشطات اللي لفتت انتباهنا في صحافه مصر الصادره ليوم السبت 4 يناير 2020. من الاخبار: اعاده تشغيل 1000 مصنع متعثر. اليوم السابع الكهرباء تقول وقف الممارسة وتركيب العدادات الكودية للمخالفين إجباري. الشروق التعليم تقول بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي. ونرجع تاني لأخبار اليوم: صراع ساخن على لقب ملك أفريقيا. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ ونشوف أول هذه العناوين من أخبار اليوم الإصدار الأسبوع مؤسسة الأخبار: إعادة تشغيل 1000 مصنع متعثر. تتذكروا حضراتكم هذا الرقم لما كنا بنقول كشف حساب الصناعة المصرية، كنا دايما بنقول إن في عقبة كبيرة اسمها 1000 مصنع متعثر لأسباب كتيرة، معظمها أسباب طبعا اقتصادية بتعوق التطور الفني، فبالتالي بيكون توقف المنشأة أو إغلاقها هو الأمر الأكثر منطقي. الخبر ده بيتكلم عن الألف مصنع دول. في التفاصيل الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية قالت إن الرئيس أعطى توجيهات بسرعة حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج. خفض الواردات هيكون على رأس أولويات خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة من خلال 1.6 مليار جنيه علشان ننفذ 316 مشروع في 11 محافظة لإعادة تشغيل 1000 مصنع متعثر وموقع إلكتروني لتشجيع شراء المنتج المحلي وتوفير النفقات. كلام السيدة الفاضلة وزيرة الصناعة كلام جيد جدا، والهدف وليست أول مرة يتم فيها توجيه لإنهاء مشكلة المصانع المتعثرة، لكن السؤال: ماذا سنفعل لهذه المصانع المتعثرة؟ هل سنقدم مشورة فنية واقتصادية؟ هل سنقدم تسهيلات مادية وبفوائد يعني مبسطة وما إلى ذلك أم الاثنين؟ وماهية الرقابة على أداء عمل هذه المصانع لما تبدأ ماكيناتها تدور مرة تانية؟ دي نقطة مهمة وفي غاية الأهمية. النقطة الأكثر أهمية من كل ده: هل الألف مصنع دول يستحقوا ان هم يعودوا مرة تانية للإنتاج ولا لا؟ طبعا بالتأكيد اي مصنع يقف ايا كان المنتج بتاعه او الشيء اللي بيصنعه هو خسارة، لكن في احيانا بعض المصانع قد يكون من الاكثر حصافة فنيا واقتصاديا ان احنا نحول مسارها. يعني حاجة كانت بتصنع مثلا سوستة حديد فاحنا نخليها تصنع شاسيه حديد، يعني حاجة ما شابه، لأن احنا محتاجين ربما هذا المنتج التاني أكتر، أو ده هيساعد المصنع والمنشأة إنها تستعيد عافيتها بشكل أسرع وأوقع طبقا لمتطلبات السوق. أتصور إن السادة المسؤولين لابد يكون عندهم خطة ما لإدارة ملف الألف مصنع، مش بس أنت مصنع متعثر تعالى مثلا خد قرض ولو عايز مشورة أنا هساعدك وابتدي اشتغل. المشكلة مش بس إن احنا نخليه يشتغل، احنا عايزينه يشتغل ويصمد أمام المنافسة ويقوي نفسه أكتر ويبتدي إن هو يتوسع كمان، مش عايزينه مجرد يبقى تشغيله هو أقصى حلمنا. أتمنى إن السادة المسؤولين يكون عندهم هذا الفكر أيضا التحويلي اللي ممكن يفرق كتير. لو اعتبرنا إن الألف مصنع دول ممكن مثلا 30% منهم نحولهم إلى قطاعات مرتبطة ببعضها، يعني أنا هصنع أنبوبة الألم والمصنع اللي جنبي هيصنع جسم الألم من بره والثالث هيصنع العلامات اللي بتطبع على الألم ونغلفه ونطلعه، فأصبح هنا منتج مشترك بين أكتر من مصنع صغير أو حتى لو مش صغير. المهم إن في النهاية كلنا اشتغلنا وكلنا أنتجنا، ودي الفلسفة أكتر اللي بتمشي عليها قطاعات الصناعة في جنوب شرق آسيا والصين تحديدا، هم بارعين جدا في تقسيم مهام العمل إلى قطاعات أصغر
وجزيئية لدرجة أن ممكن العيلة بتكون بتشتغل على ذمة مصنع وبتنتج شيء جوه بيتها، لكن في النهاية المنتج طالما جيد ومطابق للمواصفات والمسألة مدروسة. إن شاء الله يكون عندنا هذه الخطة الحصيفة اللي تقدر أنها ترجع لنا 1000 مصنع وألف عين صناعية للعمل مرة تانية، وبكل ما وراءهم من أسر تعيش وترتزق من خلالها. إلى اليوم السابع، الخبر عن قطاع الكهرباء. وقف الممارسة وتركيب العدادات الكودية للمخالفين إجباري. الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قال إنه تقرر وقف العمل بنظام الممارسة للمخالفين من أول يناير الحالي بعد موافقة مجلس الوزراء وإعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء اللي رقمه 886 لسنة 2016 المعدل بالقرار 231 لسنة 2017، اللي هو بيتكلم في ايه او مفهومه وموضوعه ايه؟ تركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي اليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني. خلونا نفهم اكتر هذا الموضوع من الاستاذ اكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بالمصري اليوم. استاذ اكرم اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ اكرم، عايزين نفهم اكتر ايه اللي هيختلف لما نوقف اللي هو نظام الممارسة ويكون في عدادات كودية مؤقتة في كل منشأة تم توصيل الكهرباء اليها بدون ترخيص او بدون استكمال اجراءات ترخيص سليمة وقانونية، ده هيفرق معانا ايه كدولة؟ طبعا احنا تحدثنا على هذا الخبر في قناة الاخبار بالضبط من سنة في مثل هذا التوقيت العام الماضي، ولكن لم يتم تفعيله. الخبر احنا نشرناه عندنا الجمعة، كان الكهرباء بعد الغاء الممارسة تركيب العدادات الكودية الشهر الجاري. طبعا وزارة الكهرباء كانت اعلنت عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بالغاء ممارسات وتركيب العدادات الكودية فور الانتهاء من وضع الضوابط المحددة، لذلك هيتم تنفيذ هذا القرار في يناير الحالي ان شاء الله. في تصريح للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في عن مناقشة ضوابط تركيب العدادات الكودية وإلغاء الممارسة لكي تتمكن الوزارة من تحصيل استهلاك التيار في العقارات المخالفة بكل دقة. وطبعا تركيب العدادات الكودية المؤقتة هي إحدى الوسائل الفنية لقياس استهلاك التيار الكهربي الموصل بطريقة غير قانونية للمنشآت والمباني المخالفة. طبعا وزير الكهرباء شدد على انه لا يتم او لا يترتب على ذلك، لا يترتب على تركيب العداد اي حقوق قانونيه للمخالفين، لا يعتبر سندا للملكيه او الحيازه، بمعنى عشان المخالفات لا تسقط. يعني ما حدش يتخيل انه هيركب العداد الكودي وهو كده مثلا لو باني ادوار مخالفه فهو كده تمام وفي السليم، لا، انت ما زلت مخالف للقانون ككل قانونيه المقرره مخالفتك. تمام، كمان لا يعتبر ده سندا للملكية أو الحيازة، ولا يعد ذلك سند لتقنين الأوضاع. برضو تحدث أو أضاف أن العداد الكودي مؤقت لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب، الأول توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهل لتوصيل التيار الكهربي وفقا للقواعد القانونية المقررة، والثاني تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة المبنى الموصل له الكهربائي أو تقنين وضعه. برضو قرار مجلس الوزراء كان المقصود به أو هدفه الحفاظ على حقوق الدولة سواء المدنية بتحصيل مقابل للكهرباء المستهلكة، وكمان بالحفاظ على الشبكات التي يتم التحميل عليها من خلال تلك الوحدات المخالفة. لذلك صدر القرار بتاع مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة للحد من سرقة التيار الكهربي. طبعا في فاقد كثير جدا، في ارتفاع نسبة الفاقد في الشبكات توزيع الكهرباء، وده بيؤثر بشكل كبير جدا على خطط تطوير الشبكة اللي بتتم حاليا او وزارة الكهرباء بتتم من تطويرها، وحتوجه قيمة الاستهلاك اللي بتحصله شركة التوزيع لمشروعات توصيل الشبكات، خاصة ان الوزارة تكبدت خسائر بالملايين في خلال السنوات الماضية من هذه المخالفات وضياع وسائل التيارات الكهربائية.
برضو هيتم تركيب عدادات جديدة للعقارات المخالفة لحين تقنين أوضاعها، وحتى يقدم ساكن وتلك العقارات على أو لا يقدم ساكن وتلك العقارات على سرقة التيار ومخالفة القانون. وكان طالب وزير الكهرباء برضو أصحاب العقارات المخالفة بضرورة سرعة تقنين العقارات المخالفة وتقنين أوضاعها طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء ليتحول العداد الكودي إلى عداد باسم مالك الوحدة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أكرم عبد الرحيم الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات. إلى صحيفة أخبار اليوم وعنوان تحقق العدالة الضريبية، تحقق العدالة الضريبية وتمهد لدمج الاقتصاد غير الرسمي. التفاصيل في هذا الخبر عن تطوير المنظومة الخاصة بالإدارة الضريبية وميكانتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها وتحسين بيئة العمل في إطارها لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة، ويساعد ذلك على تعظيم القدرات الإنتاجية. الحقيقة أنه مسألة الضرائب وإن كانت دايما هي كلمة مظلومة أو ظلمت تاريخيا في حياة المصريين، احنا دايما بنعتبر الضريبة دي شيء تقيل على قلبنا، هم فلوس ملهاش لازمة هتخرج من جيوبنا لسبب أو لآخر احنا نجهله وتذهب إلى خزينة الدولة. وده خطأ تقني كبير جدا في تفنيد احنا بندفع ايه للدولة والدولة بتدفع لنا ايه او بترد لنا هذا الدفع او هذه المدفوعات في صورة ايه. احنا لم نربى في مصر للأسف حتى اسريا ان احنا الكلمة الشهيرة جدا عند العالم الغربي اللي هو انا دافع ضرائب، انا دافع ضرائب دي يعني انا صاحب حق، انا من حقي ان انا بالضرائب دي ان انا امشي في شارع جيد، امشي على كوبري سليم، من حقي ان انا اخد خدمة زي الكهرباء زي المية زي الصرف الصحي وما الى ذلك. احنا عندنا في مصر دايما كان في فصل، والحقيقة لازم نرجع يعني نعمل دراسات بقى ونشوف ليه حصل الفصل ده بين فكرة الضرائب واهميتها. انا بدفع باليمين بس المفروض ده بيرجع لي باليسار او بايدي الشمال في صورة خدمات بتحصل عليها انا واسرتي، بنستفيد منها بنعيش من وراءها وبتيسر حياتنا اكتر واكتر. الخبر هنا بيتكلم ان عدم التهرب الضريبي بيساعد على زيادة موارد الدولة اللي بتساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، وبتساعد ايضا ان المواطن يشعر بتغير اقتصادي ملموس، فده هيساعده بالتبعية في صورة الدايرة يعني المتصلة على عدم التهرب الضريبي. يعني انا كنت بتهرب، طب انا دلوقتي مش هتهرب، لا لقيت الاوضاع اتحسنت يبقى انا مش هتهرب لاني حسيت بقيمة لهذه الضرائب التي كنت ادفعها. الحقيقة ان موضوع ملف الضرائب ده دايما موضوع شائك، رغم كل التسهيلات والتيسيرات اللي بيتم الاعلان عنها في هذا الاطار، لكن محتاجين لسه ثقافة اكثر انفتاحا وعدم خوف من فكرة الضريبة مش بعبع، الضريبة دي شيء انا بدفعه المفروض عن طيب خاطر لاني عارف انه مردود لي. مسألة محتاجة شوية شغل مجتمعيا وفعليا كمان على ارض الواقع من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين. هنبقى مع أخبار اليوم. العنوان القادم 51 مليار جنيه لتطوير الشركات، التسعير العادل وتدريب العمالة وإسقاط الديون أهم خطوات إنقاذ صناعة الدواء. صناعة الدواء في مصر هي من الأقوى عربيا وإفريقيا وشرق أوسطيا، وهذا ليس كلام مرسل، هذه يعني أحاديث الأرقام والحقائق على أرض الواقع. هي صناعة قديمة في مصر، عندنا قطاع خاص قوي جدا ومنافس، عندنا قطاع أعمال جيد، عندنا جهات رائدة في هذا المجال، لكن في عقبات كبيرة بتواجه هذه الصناعة بيتكلم عنها الخبر. تهالك الآلات والمعدات في معظم الشركات لأكثر من 30%، دي نسبة الحقيقة مش سهلة إطلاقا. عدم وجود تسعير، لم يتم تحديث التسعير قبل كده، تسعير عادل طبعا للمنتجات الدوائية. توفير التدريب اللازم للعامل البشري، ده ينقص عدد من المؤسسات العاملة في هذا الإطار. رئيس نقابة الكيماويات بيقول ان اللي بتنتجه شركات قطاع الأعمال العام العاملة في الدواء والشركات الخاصة بيقل
ما زال عن احتياجات السوق المصري اللي بيخلق فجوة ما بين الاستهلاك المطلوب والإنتاج المتوفر. شركات قطاع الأعمال العام تركت تنزف لمدة 30 عام بدون ما يفكر حد في تطويرها. طبعا يعني نحترم هذه الشركات وهذه الكيانات اللي شالت صناعة الدواء في وقت ما كانش فيه يمكن قطاع خاص تقريبا موجود في مصر بيصنع دواء. لازم نحن نعود بهذه الصناعات ويعني نقلها من عثرتها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن ده نوع من أنواع الأمان. لما نقدر كل ما قدرنا نوفر أكلنا وشربنا وغذائنا، وأكلنا وشربنا اللي هما الغذاء ودوانا، أكيد ده أمن قومي وأمن استراتيجي للدولة ككل ومصدر قوة لا يستهان به للأمة المصرية. إلى صحيفة الشروق وعنوان عن التعليم: بدء تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي. بدأ بالفعل تسليم التابلت، أهلا وسهلا وأخيرا هنستلمه بعد دفع رسوم التأمين وتوقيع ولي الأمر على إقرار الاستلام. وتم تسليم 60,680 تابلت للإدارات ومنها إلى المدارس التابعة ليها. هنرجع ونفكركم بما يعني تم ذكره عن هذا الموضوع، إنه لو حصل حاجة للتابلت لا قدر الله لا يمنع الطالب من دخول الامتحان، عشان الواحد يبقى عارف حق ابنه. ده لا يعني إن احنا نفرط في هذا الجهاز ولا نتعامل معاه معاملة يعني لا تليق أو تخليه يعني يفسد أو يبوظ بسرعة. في النهاية هو جهاز يقبل إنه يعني يحصل له حاجة، فعشان كده لابد التعامل معاه زي ما بنتعامل مع كل الأجهزة في حياتنا بحرص قدر الإمكان. في أخبار اليوم أيضا: صراع ساخن على لقب ملك أفريقيا 2019. متابعة الحدث الكروي الأبرز كل سنة، جوائز الأفضل في القارة الإفريقية اللي هتستضيفه مدينة السحر والجمال الغردقة المصرية 7 يناير، وهسبقه فعاليات فيها نجوم وأساطير القارة الإفريقية الكروية. هيكون في لقاء كروي بين أحضان الأهرامات يوم الاثنين القادم. الاتحاد الأفريقي وجه الدعوة لعدد من النجوم مثل ديدييه دروجبا وصامويل أتو وائل جمعة وأحمد حسام، وحنسمع عن الترشيحات. نجم مصر محمد صلاح طبعا هيسجل بحروف من نور في كتاب كرة القدم الإفريقية في أول ترشح لي، ويعيد الكرة مرة أخرى في 2018 ويحافظ على عرش أفريقيا، ويجي الدور على 2019 وإن شاء الله ترشح صلاح يكون هو الفائز أو يكون هو صاحب الكفة الراجحة. مش هننسى الطقس في هذا الجو، الحقيقة بارد جدا. في المصري اليوم: الأرصاد تقول أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية. محمود شاهين قال، وهو مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، قال عن موعد تحسن الأحوال الجوية بعد موجة البرودة اللي تشهدها البلاد، وقال الجمعة أنه من المقرر أن الأحوال الجوية تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الأحد المقبل تقريبا درجتين على أغلب الأنحاء. هيكون فيه هدوء في نشاط الرياح، وده هيساعدنا شوية أن احنا نشعر بالدفء قدر الإمكان. هنرجع ونلقى حضراتكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من صحافة الغد بكرة في نفس الموعد وعلى شاشة النيل للأخبار. وتصبحوا على خير.